مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء وبالضبط من عين دياب، مداهمه مطعم لبناني في هذه الاثناء هذه وبحضور الامن الوطني. ماشي انت لا كوني يعني يا حبيبه ديالي، والله ما صورتك داكشي بحال ديرا ما عرفتش شنو مصوراني. انا خصني ما كنصورك، ولاش كتصوري؟ عندك حق تصوري انت يا صاحبتي، تما انا حاجه وتكون صحفيه ما تصورنيش انا. ما صوراتكش انت، وباش عرفت انا ما صورتنيش انا؟ وين ما قلت ما صوراتك، باش عرفت ما صوراتنيش؟ لا ما غنشدوا الفلوس على ظهرنا حنا، وعندنا خوتنا خدامين في اداره اداريه ما تصورناش انا. لا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، حنا مازال متواصلين معكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء وبالضبط من عند دياب، مداهمه مطعم لبناني في هذه الاثناء هذه. مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تي في، حنا مازال متواصلين معكم في هذا البث المباشر مباشره من مدينه الدار البيضاء وبالضبط من عند دياب، مداهمه مطعم لبناني في هذا الاثناء من قبل الامن الوطني. لا لا ما صحابش صافي، ماشي مشكل ماشي مشكل صافي.
غادي نرفع شي كاين وكيل الملك تمشي لنا نقول لهم باي صالح مالو غادي تعرفوا الادريسي شنو كيسوى صافي اخويا انا كنهضر معاك صافي انا هضرت اللي بغيتي دير شوما صوروا ناس خايفين دراري صغار في القصير ولا كيما كنا في وادي شدوهم وتشوهم بحال هكا صافي اخويا ديروا والديهم الا تزروا يخرجوا في الفقر راه والديهم راه شي تساعدوا في الفقر.